خير ختام للفقره الجميله بتاعتك يا رنا، نورتينا يا دكتور. ويا رب الفانز بتوعك مبسوطين مننا يا رب. اتمنى طبعا اكيد مبسوطين من حضرتك. يلا وجه لهم يعني. انا بوجه لهم كلهم تحيه من هنا من عندي ولكل جمهور ستار اكاديمي لكل متابعين برنامج انت حر، وشكر خاص مني للدكتور مدحت العدل. نورتينا وبقول ريان هارد لك، ومستنيه ان احنا نتواصل دايما انا وانت يا ريان، لان انت من الناس اللي انا بيهمني ان اتواصل معاهم، الشخصيات الجميله اللي اتمنى ان يكون صديق ليا. وبالتوفيق لكل الموجودين بستار اكاديمي، ومستنيين نشوف البرايمات اللي جايه ايه اللي ممكن يحصل.